هذا لازم بيجي ابنه بيعطوا مستشفى محترم وبيطال تبع خواجات. ابنه شو بيشتغل؟ ستيف معك عنه شيء؟ انت ليش عم تبكي؟ ليش عم تبكي؟ كل مره بتبكي بتبكي. المره الماضيه صار معك جلطه وتبتي. الشكر يا الله. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. الين استاذ عمار، عرفتك من صوتك. عم ارتين انت ذكي فعلا، بس انا ما ردت غشكم ابدا، انا بس ردت استطلع اوضاع الدار. مفهوم مفهوم. انا من لما سمعته بالاذاعه عرفته. اهلا وسهلا بالاستاذ. اهلا وسهلا استاذ، اهلا وسهلا ابو جارو فلتتنا. بس فعلا ابو جارو فلتة. حبيبي انا بدي اعتذر منك، اليوم ما رح اقدر اجي على الغدا. لا لا ما في شيء خير. هو بصراحه خير ومو خير. لا انا ما فيني شيء، بالعكس استلمت إدارة دار المسنين. ايه بس لازم امرق على الدار، في واحد من النزلاء صارت معه جلطة. طيب حبيبي انا المساء اليوم بس ارجع بحكي لك كل شيء بالتفصيل. ماشي باي. الله معك باي. الو مرحبا، لو سمحتي بدي غرفة المذيعين بالإذاعة. ولوين أسعفوا؟ على مستشفى بالنفيس بابا. شو فيه ياو؟ أجت تعلب. إيش في؟ إيش بدك؟ أبو هالك هذا حارس عنا هون. فرصة سعيدة أخي أبو هالك. أنا اسمي أب مولك، مين حضرتك؟ أنا عمار الشريف من الإذاعة. عمار الشريعة؟ سمعان في الاسم هوايا. ها اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، كيفك؟ انا سعيد في البرنامج تبعك هاي تبع الشكاوي، كل يوم بطلع الصبح ما هيك؟ والله من سوء حظي يا ابو مالك، لسه لهلا ما صار لي شرف اني اقدم هالبرنامج المهم فعلا. لك يا ميت اهلا وسهلا فيك، شرف شرف معنا الاداره نسقيك متي شوي. ايش بدك؟ خلينا نقوم بالواجب شوي. انا بعرف انه بالاداره ما في حدا. شكرا. من اللي قال لك هالحكي هوا؟ اه من في مشرفه اخصائيه جوا اسمها الانسك هنا، اذا بدك بندهلك يا هان. شوف لي لك اش ما بدك بتقلي، انا بقلل لها. خليك هلا روح عند اهلها. كيف حالته هلا؟ حالته مستقرة شوي. مستقرة؟ شو يعني مستقرة لك ابني؟ ما انا ما عم بفهم، يعني انت قدرت تشوفه تحكي معه؟ شفته بس ما قدرت احكي معه لانه نايم، يا نايم يا ما بغيبوبه. الله يقومك بالسلامة يا صيف. صباح الخير. اهلا مدموزيل. صباح النور. الاستاذ عمار المسؤول عن برنامج شكاوي في الاذاعه، الانسه كنانه الاخصائيه المتخرجه هون في الدور. أنا قلت له الأستاذ عمار ما بصير يتصل في حدا هان في الدور قبل ما أرجع للإدارة، ما هيك الأصول؟ طبعاً هيك الأصول. لا يا أبو مالك، ليش عم تحرض علي هالأنسة اللطيفة؟ لا لا يا أش الحكي هو يا أش تحريض ما تحريض يا أستاذ عمار؟ كثير قبلك أجوا صحفيين لهان كثير كثير وما يقوتوا بحركة قبل ما يرجعوا للإدارة. أستاذ إذا حضرتك جاي تحقق بأي شكوى بتتعلق بالدار فأنا ماني خايفة. تفضل معي لحتى خبرك أضعاف يلي أنت بتعرفه. خليني أقولك إنه هاي الدار بدون مدير من سنة عملياً. أنا اللي بعرفه إنه تحقيق بالشكاوى له أصول، يعني المفروض إنه حضرتك تتوجه بالأسئلة لصاحب العلاقة، ما هيك؟ هيك؟ وهي أنا توجهت بأسئلتي لأصحاب العلاقة. هذا أستاذ عمار المدموزيل أكتر واحد بيغبك تيارية هون. عمار الشريف موعد برنامج، بس مو برنامج الشكاوى. عمار الشريف برنامج رحلة في قلب. أنا آسفة اللي ما بيعرفك بيجهلك. ألو أيوة أهلاً أهلاً دكتور رياض. شو؟ قالت لك؟ هي اللي قالت انه بتستلمها. طبعا انا كنت حريص على انه ما بدي اطلب ابدا حتى تضل تشعر بانه القرار كان قرارها. ايه لا يا ابو عمر شو هالحكي؟ هلا ام عمر بدها مين يوصي فيها؟
أخي ما في منية، بالعكس هي مفضلة بهذا الموضوع، وهي بحق لها تضربنا منية كمان، لك لأنه قبلت تنزل بهالمغطس. إيه مع السلامة. مرحبا عمو. أهلين أستاذ عمار. شو طمني شو أخبار العم سطي؟ ما بعرف، هلأ إجا ابنه أيمن ودبر حاله وفات لعنده. خير إن شاء الله. الحمد لله على السلامة يا بي. الحمد لله على السلامة. كيفك هلا؟ يا بي يا بي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك يا بي. يا بي بترجاك ردي علي يا بي، بوس ايدك ردي علي. الحمد لله على السلامة. ما بدك ترد، انت هيك يا بي، انت هيك، انت حقود حقود طول عمرك، حقود 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 يا بي حقود. تفضل. عفوا مدموزيل، في مريض جوا صار له شيء؟ لا الحمد لله حالته احسن، صحيني ساعتين. لكن ليش ابنه طلع من عنده زعلان؟ هذا الاحمق ابنه؟ عفوا. هذا ايمن؟ شو قصته؟ ما بعرف، الصبح كمان علق مع الممرضين. طيب عن اذنك. عفوا لو سمحت. مرحبا يا أخ. نعم خير. مو حضرتك ابن العم مصطفى الموجود بالعناية المشددة؟ نعم خير. أنا من الإذاعة. إذاعة؟ إيه من الإذاعة، أنا عمار الشريف موعد برنامج رحلة في قلب. طيب شو بقدر أخدمك؟ يعني حابب نحكي شوي بموضوع الوالد. عن والدي؟ شو بدنا نحكي عن والدي؟ في شي كثير نحكي عن والدك. وشو دخل هذا الموضوع بالإذاعة؟ حبيبي هذا موضوع عائلي. هو برنامجي أنا كمان برنامج عائلي. لك عف عني ها، روح شوف والدي جوا. طيب يا سيد انا بدي اشوفه لوالدك، بس بدي احكي معك كمان. فعلا انه احمق. ست فدوى يا ميت اهلا وسهلا فيكي، نورت نورت الدار. تسلمي يا ست منور، كيف صحتك؟ الحمد لله خلينا الله. بعد اذنك بدك ما تعرضيني، انا جايتك بعد الدوام، بس انا حابه اشوف غرفه الاداره. تكرم عيني على راسي، انا معي المفاتيح. تفضل. تفضل. شو شايف الدنيا مغيره؟ كنت عارفانه انه حضرتك رح تشرفينا. شو عرفك؟ قلبي حاسسني. قلبك حاسك. كيف العم الصيف؟ حضرتك دريتي؟ خليها لالله. ست فدوى حالتنا هون صارت بتبكي. شو رايك نمر لعند منى ونخبرها شوي تفاصيل؟ صحيح بالمناسبه حكيت اليوم مع امك وقلت لها يمكن نمر لعندها اليوم مساء. لا حبيبي خلينا اليوم لحالنا. طيب يا ستي اليوم نحتفل لحالنا. نحتفل؟ عم تحكي وكأن الموضوع في ترقية إلي. ترقية؟ لا تخافي، أنا فهمان الموضوع على طريقتك أنت، بس يعني ما عم بيروح من بالي اكتشافك الهام. اكتشافي؟ شو بنا؟ الاكتشاف اللي قلتي لي عنه اليوم الصبح. إيه مو معقولة، أنا من أول يوم بالدار بدي خرف؟ خرفي؟ فدوى أنا بحبك وأنت خرفانة. أنا اللي موت فيك.
حبيبتي وين تحبي تروحي؟ ما بتفرق وين ما بدك. لا قولي. أي مكان أنت بتكون موجود فيه أنا بكون سعيدة، ما بتفرق. أوكي. كسر رجلي من الوقوف والقرفصة. طمنا، شلون حالته هلا؟ ان شاء الله احسن. طول النهار وانا عم بسال عنه ويقولوا لي حالته مستقرة. هلا قبل ما اجي لهون فتت لشوفه لقيته غفلان. المهم احتديت على عنوان ولاده؟ مدينا ايدنا على جيبته لقينا نمرة تليفون مكتوبة على جنبها. ايمن طلع ابنه الكبير، اتصلت فيه الممرضة. ايه وشرف الافندي؟ طلع الرقم مبدل. يا حرام على هالممرضة شو اتصلت، من ناس لناس اهتدينا عليه. المهم شو صار؟ اجا بعدين ابنه؟ اجا خواجة. شو بيشتغل؟ ما قدرت احكي معه، باين احواله فوق الريح. فوق الريح؟ وليش ما عم يجي يزوره لهون؟ اجا وراح وما قدرت احكي معه، واشتكى على الممرضين واتخانق معهم. بعدين دخل لعند ابوه وطلع محموق وراح ما رجع. صرنا زمان كتير ما جينا لهذا المطعم، تذكري؟ مزبوط. فدوى انت مبسوطة بوجودك؟ خلينا نحكي شوي مشان شغلك. كيف رح تبتدين؟ بدي أبدأ أول شيء من تغيير نمط حياتي. قصدي شو هي أولوياتك لحل مشاكل الدار؟ كيف ما كانت ترتيباتي لازم أبدأ من ترتيب نفسي. رح أكون معك صريحة. شوف لقلك، أنا شعوري تجاه الدار كان لحد اليوم الصبح هو عبارة عن شعور بالشفقة على شوية ختايرة. في كمان تقول إنه هو شعور له علاقة بالشيء الخيري. بس بقى بعد حاسة الختيار ورد فعل المحاسب البليد حسيت انه هذا الحادث ما هو حادث حزين وبس، هذا الحادث حادث بشع بحاجة لتغيير. برافو فتوى، برافو، هذا اللي لازم يصير. شكرا. لا اليوم ما بعرف شو بصير معي، بتعرف اليوم اول يوم بالدار الي. كيف بدك ترجعي؟ نتحكى. طيب اوكي، يلا باي باي. بدك تعمل رحله بقلبي يا استاذ عمار؟ ناويه. يمكن قلبي كله بده يرحل. عمو مصطفى انا شفت الدكتور المشرف عليك واكد لي هو عكس هذا الشيء تماما، هو دكتور كتير شاطر انا بعرفه. وشو قال لك؟ قال لي إنك بتقدر تفتح لي قلبك خلال يومين بإذن الله. أهلين، بس بشو بدك تسافر بقلبي؟ بكلمة سر. بتعرفها يا ابني؟ بتعرفها؟ هي فيك أنت، ونستاهل إنه كل الناس يشوفوها بوشك. عم أسجل؟ بدينا الرحلة. تعال
تعبتك كثير معي اليوم، لازم انفض بجلدي قبل ما يلقطوني هون عندك، ما انا بهاي التهريب. معافى يا رب، بس راجع لك. ها لحظة لنروح دور على الممرضة. أنسة كنانة، بدون مقدمات أنا استلمت إدارة الدار. يا ستي هذا هو عين الصواب. على فكرة أنا كنت متوقع هالشي. هيك ها، ميت أهلا وسهلا فيكي، نورتي الدار. تسلمي، بس يعني شو قصتكم؟ كلكم متوقعين هذا الشيء او قلبكم حاسسكم؟ يعني هو صار في تفكير باتجاه اني انا بس على اداره الدار؟ يعني انت بتعرفي انا وظيفتي بالوزاره. طبعا طبعا الكل بيعرف انه انت بتركك للوزاره خسرانه مو كسبانه. بس بتعرفي ست فدوى، يعني الناس دائما لما بتتضايق بتتوقع اللي بتحبه واللي بتتمناه. انا مالي حابه احكي بموضوع الكسب الشخصي او الخساره، لاني بصراحه لسه مالي متاكده من شيء، بس انا بشعر يلي بيعتبروه الناس خساره انا بحسه مكسب حقيقي. هلا المهم قولي لي شو لازم نعمل اول شيء لتحسين الحال؟ يعني اول شيء في عنا الجرد. مزبوط، الجرد، جرد كل شيء، اساس الناس الاموال. اموال؟ يا ست فدوى اي اموال؟ احنا لازم نعمل لكل شيء جرد، للشيء الموجود واللي ماله موجود، وبدنا نحط جدول لكل شيء محتاجينه. صباح الخير. اهلين، صباح الخير. تفضل استاذ عمار، صباح النور. سلامات. يا اهلين. اهلا وسهلا. الاستاذ عمار الشريف، مذيع برنامج رحله في القلب. معد ومذيع برنامج رحله في القلب. عفوا ست فدوى، شو بدنا نقول لك؟ الف مبروك استلامك للدار، وبدنا نقول لك الله يعينك. يا اهلين استاذ عمار، فعلا انا بحاجه لتمنياتك الطيبه. شو صافي يا لبا؟ شو خير ان شاء الله؟ في زعل؟ لا ما في شيء، سوء تفاهم بسيط وزال، يعني ان شاء الله انه يكون زال. تخيلي سوء تفاهم من اللقاء الاول بس زال. ما قلنا صافي يا لبا؟ بسيطة بسيطة، تفضل أستاذ. شكرا. يمكن حضرتك اليوم استلمتي، ما هيك؟ مزبوط، باين عليك متابع الأخبار منيح. إيه بس بدون قصد، بتعرفي شغلتي متابعة الأخبار. بعدين عندك رفيقة بتحبك كتير، وين ما راحت بتضل بسيرتك طبعا بالخير، وبهالطريقة بتكون عم تنشر أخبارك. هي رند حبيبة قلبي، ما عم بعرف شو بدي أساوي فيها. بقدر أسأل سؤال عملي؟ تفضل، بس ما بعرف اذا بقدر ساعدك، انا هذا يومي الاول، بس بعتقد كنا انا فيها تفيدك. ايه طبعا اكيد انا بيسرني ساعده، بس ما بعرف اذا الاستاذ عمار بيقبل مساعدتي. بقدر. بدي اسال عن عم سطيف. طبعا انا ما رح بلش من الصفر، يعني اكيد انا بعرف انه العم سطيف هلا هو مصاب بالجلطه وانه بالمستشفى، وبعرف كمان انه عنده ابن غني. ايه ما شاء الله، هي طلعت بتعرف اكثر مني. نحن هون بالدار ما بنعرف عنه شيء كثير. منعرف انه في عنده اولاد، بس قديش عددهم ما منعرف، ولا منعرف شو اسمائهم، لانه لا بيزوروا ولا هو بيحكي عنهم. بس يمكن مره سمعت حميده عم بيقول انه في عنده ولد شاب توفى بحادث سياره من شي 4-5 سنين، يعني قبل ما يدخل الدار. طيب ما له ادباره عندكم هون؟ بلا، بعتقد انه في له عنا ادباره. عفوا ست فدوى، بتسمحي لي؟ خدي راحتك. مصطفى سيف الدين نجار، متقاعد مستخدم سابق بالمصرف التجاري، وفي ملاحظة هون بالخط الأحمر إنه أدخل باتصال من الدكتور سيف. دكتور سيف؟ هاي إخراج قيد عائلي، مصطفى مواليد 1929، الزوجة عديلة متوفاة، الولد الأول أيمن مواليد 61، والولد الثاني عدنان مواليد 68، متوفى عام 93، يعني توفى عمره 25 سنة. طيب في أي عنوان؟ في رقم هاتف، بس طلع متغير لما سألنا عنه لما أجته جلطة. وكيف بلغوا ابنه؟ أنا شفته عنده بالمستشفى.
أنا ما بعرف، حميدو بيعرف، بس حميدو هلأ عنده بالمستشفى. هي الأضابير لازم تتنظم أول شي بالدار، يعني لازم يكون لكل نزيل له أدبارته الخاصة فيه، فيها معلومات عنه وتفاصيل عن حياته. هي الآلة شغالة؟ إيه شغالة. بالإذن ستفرغ، أنا بسجل كل شي مشان ما أنسى أي تفصيل من التفاصيل، بس ما ببس أي شي إلا إذا الأشخاص اللي عم سجلهم وافقوا على بسه. عن إذنك ستفرغ، شكرا كثير. يا أهلا وسهلا. شكرا أنا سكين أنا. شو هالشب هذا؟ مرحبا. مرحبا يا جماعة. قليل شو وين كايني؟ والله عجزنا يا أستاذ، صرنا يومين عم نحاول نشوف الصيف ما خلونا. هاي رجعتنا من المستشفى، ما خلونا نفوت نزوره. أنا هلأ كنت هونيك بالمستشفى، كيف ما صادفتكم؟ خسارة، شو هالحظ اللي قلنا؟ لو شفناه كنا فتنا وزرنا لهالمسكين. كيف صيف؟ كيف شفتنا حالته؟ لا وضعه أحسن إن شاء الله. استاذ عمار، انت جورنا ليش؟ عملنا واسطه مشان نحن كمان نشوفه. اليوم ما عاد في مجال، خلص بركي انا بكره بمر لعندكم باخذكم من شقه عليه كلنا. عن اذنكم. الله معك، مع السلامه. عم حميدو، بالله اذا في مجال اخذ منك رقم تليفون او عنوان ايمن ابن العم سطيف. الرقم يلي معي مبدل. طيب كيف وصلتوا له؟ في ممرضة دورت عليه من رقم لرقم ومن ناس لناس خبرته. طيب من بعد إذنك بكرة بركي بدلني على هاي الممرضة مشان أخذ منها الرقم أو العنوان. شكرا كثير، سلامات يا جماعة. الله معك. نحن بنظام الدار المفروض إنه نستقبل المسنين من الجنسين، بس ما بعرف ليش أنا لهلأ ما استقبلت غير رجال. كم غرفة عندكم هون بالدار؟ يعني حوالي شو الريحة؟ شو ما في حدا ينظف؟ بلا، في عنا مستخدمة اسمها أسعد. وينها؟ يعني الحقيقة صار لها شي شهر ما داوم. يعني تركت الشغل؟ لا لا، موظفة وإلى راتب. أي طيب وينها؟ آخر مرة شفناها فيها قالت إنها أخذت إجازة من أبو حسام المحاسب. بصراحة ست فدوى، ما أنا مشكلة أم أسعد لحالها. في الطباخ اللي ترك الشغل، وفي طبيب الصحة اللي ما تجدد عقده، صار له 3 أشهر ما مرق على المسنين. وفي أكثر من قصة. بس بكل الأحوال هلأ طالما أنتي هون صار فينا نعمل أكثر من قصة. هو الحقيقة أول شي لازم نعمله تعملي لي اجتماع تعزميني فيه كل مين موجود هون بالدار. أبو حسام وينه؟ بقية النزلاء وينه؟ معلش ما تزعلي مني أنسة، أنا ما قصدي إزعجك إليك. هو أنا حاسة إني أنا فيني أعتمد عليك. بصراحة أنا بلاكي ما فيني أعمل شي. أي شي في مصلحة الدار أنا جاهزة. تفضل. الحياة حلوة بس سنفهمها، والحياة غلوة واحنا أهمها وصوغة فدوى. التليفون مفصول عن الخدمة. عليه فواتير؟ طلع عليه فواتير كبيرة، قام أبو حسام طلب فصله عن الخدمة. وليش فواتيره كبيرة؟ مين كان عم يستخدمه؟ كيف؟ المفروض الإدارة مسكرة من أشهر، مين كان عم يستخدمه؟ أنا ما بعرف،
بس سمعت ابو حسام عم بيقول انه ابو مالك كان دايما يتصل بجماعته بالبلد وفصل الخط. فصله. تصوري يوم اللي انصاب العم مصطفى بالجلطة ما قدرنا نتصل بالإسعاف، أبو مالك ركض على رجليه جاب الإسعاف وجا. طيب أنتوا عم تقفلوا الغرفة، أنا كل ما أجيت عم بلاقيها مقفولة. طبعاً عم نقفلها. وأبو مالك معه مفتاح؟ ما بعرف، يمكن. كينانة تسلمي عيني، بتروحي لعند أبو مالك، شوفي لي إذا معه نسخة عن المفاتيح، وبتقولي له يبعث لي ورق أبو حسام بسرعة. ماشي على عيني. كينانة. نعم. لا تطولي. بدي ألقي أنا وياك نظرة على الأضابير. حاضر ست فدوى. شو القصة معك؟ ما رح تبطل كرش حادي؟ عفوا سيادة النائب العام، أرجوك أنا ماني شحاد. هني سيدي شفنا حاطي الطاقيته قدامه وعم بيجمع فيها مصاري. اسمع ضبطوك متلبس وجوبك مليانة. متلبس بشو سيدي؟ بالشغل؟ أنا كنت عم بشتغل، هذا كاري. كار شحادة؟ لا سيدي، هيك عم تهيني. شو بدنا هلا بكتر الحكي؟ على حساب أهلوك مركز تأهيل. علموك صنعة؟ يا سيدي أي صنعة؟ يا سيدي الله يخليك، يعني بعد ما شاب أخذوه على الكتاب. أنا مهنتي الفن، صنعة محترمة. لما تفضلوا الشباب وكمشوني كنت عم بشتغل. ليش جبتوه لهون؟ ليش ما أخذتوا بوجهكم على مركز تأهيل؟ سيدي نحن دورية راجلة، ما معنا واسط نقل. خدوه معكم على القسم، حطوه مع بقية المتسولين وبعتوه معهم على المركز. هل المرة الماضية ما عملوا لك دراسة اجتماعية؟ يا سيادة النائب العام، صاروا عاملين لي 3 دراسات بس ما في أوضاع مستجدة. انصراف. عفوا سيدي نسينا الغلة. عفوا سيدي لازم ناخد المصاري ونسلمه للمركز حسب الأصول. طيب طيب خدوه مع سرته وسلموا المركز. حاضر سيدي. مين هذا منير سالم؟ هذا منير الخلد. تعرفي أنا كنت مفكرة إنه هذا اسمه الحقيقي، قام طلع هذا لقبه. هون عنا بالدار بلقبوا بعضهم مشان يتسلوا مثلهم مثل طلاب المدارس، بس في منهم بيجوا جاهزين وحاملين ألقابهم معه. أي واحد فيهم؟ هذا هرب من الدار من زمان، لما رجعوا جابوه قام رد رجع هرب. هرب؟ لوين هرب؟ ما بعرف. على فكرة كتار منهم بيهربوا، في منهم بيرجعوا لعند أهليهم، في منهم بيطلعوا على الشحادة. بتعرفي كان في واحد معه قصور كلوي، لما هرب سألنا عنه قالوا إنه رجع لعند أهله، بس ما بتصور يمكن مات. مساكين. ايه ستي اسمعي، هذا منير الخلد لما رجعوا الشرطة آخر مرة قال مسكوه هو عم بيغني للسياح بالسوق. حلوة هي شحادة على الطريقة الأوروبية، ظريفة. لا بس على فكرة صوته كان ماشي حاله، كان يعزف لهم للنزلاء ويسليهم قبل ما يهرب، كان ينسيهم مصيبته. تعرفي أنا حابة نستعمل كلمة تانية غير كلمة هربانين، متسربين أحسن. الله يجيب العواقب سليمة يا عمي. عم الدبا بسكوت بقى. بس ما بعرف بالي مشغول يا عمي. شو نحن عاملين عصابة هون؟ ما بعرف. خلص عم شو والله بلاني بأجدى مثلك. لك أشبك عمي أبو حسام. خلص روح على محرسك روح. هلأ هاك صرت علاقة بناتنا، يعني إذا أجت مدورة جديدة بتسوي هاك. الله يعافيك يا أستاذ حمزة. هلأ أنت متأكد إنه عينوها مديرة؟ هي قلت لي بنفسها، يعني ممكن تكذب. لا لا تجي معي، رجع على محرسك. أب مالك أشو. أنت متأكد إنه عينوها مديرة رسمي؟ أنا ما بعرف إذا كان رسمي ولا غير رسمي. كينونة هك قالت لي. هلا كينانة قالت لك ولا هي اللي قالت لك؟ أشبك روّق. أنا كينونة قالت لي قدام الست فدوى. أنت صعب التفاهم معك، روح روح على محبسك. ست فدوى احترامي، نورت الدار. الحقيقة هذا الإجراء لازم يصير من زمان. أنا كنت بالوزارة وشفت سكرتير معاون الوزير وأخذ مني الإبشارة، طرت فورا لهون. شفت أب مالك قال لي إنه سيادتك داومتي بمكتبك. أهلا وسهلا، أنا تحت الأمر، أي خدمة أنا جاهز. أهلين أستاذ تحسين، تفضل. شكرا. إيه أستاذ تحسين، أنا بدي إياك تعمل لي جرد. جرد؟ جرد شو؟ جرد أساس الفرش العفش.
حتى الحيطان. طبعا فهمت، يعني قصدك سلاح، رجال، عتاد. ان شاء الله خلال الاسبوع بيكون كل شيء جاهز. لا بكره. بكره مستحيل. ولو شو هالحكي يا ابو حسام؟ انا بالوزاره حسدوني عليك، قالوا لي عندك محاسب قدير قد الدنيا. على راسي، بس يعني هذا جرد الدار كله. ليش شو فيها هالدار للجرد؟ قصدي شو بقيان فيها؟ يعني كل اللي بقيان 4-5 نزلاء بعد ما كانوا 25. ان شاء الله رح اعمل كل جهدي. بركضا خلال يومين ثلاثة. خلال يومين استاذ تحسين، بدون بركضا من فضلك. حاضر، بتعمل شي غيره؟ سلامة قلبك. السلام عليكم. الله معك. باين عليه مو سهل ابدا. عتيق. عتيق كثير، كان ماسك كل شيء بالدار. مالك شايفتي شلون ضايج عم يحسبها؟ قلتك بتعاون معي؟ ما بعرف، بس هلا ما عاد يطلع بايده شيء، انت المديره. بدي اعمل هون اجتماع عندي بالغرفه بعد 3 ايام، بدي تجمعي لي كل نزلاء الدار. صار؟ معقول هذا الكلام؟ منين طلعت لي هي؟ حدا بيساوي جرد بنص السنه؟ شو هالمسخره هي؟ مرحبا ابو حسام. شو شايف بالك مشغول؟ الله يهدي باله. ان شاء الله زمان بال ابو حسام يولي. نحن بدنا باله يضل مشغول على طول. صار كل واحد بده. منين طلعت لنا هي كمان؟ معقول يكون الرجال مريض ويشيلوه ويعينوها إلها؟ معقول هذا الكلام؟ جرد بنص السنة؟ حدا بيساوي جرد بنص السنة؟ سيدي تجرد على كيفها. الجرد قال بسيطة بسيطة. عجبك اللي صار؟ ماني حك يعني؟ الريحة للجو؟ أشنا نسوي هلأ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يا عمي يلا عنكم، شهلوا شوي. شو هالتغيير المفاجئ؟ ليش مفاجئ؟ حمزة صار له أكثر من سنة مريض. بس هالمرة شوفي عندها خبرة؟ حلقة أولى. بعرف، بس شوفها هما بإدارة الدار من النوع. برأيي إنك تحني راسك قدام الريح تستريح. والدكتور بتعرف نحن محسوبين عليه؟ نصيحتي تغير هالاسلوب مع الست فدوى، لانه ما راح ينفعك هالمره وهي كمان محسوبه عليه. امبارح كنت احسن من اليوم. في شيء بهالدار بيعمل كآبة غير الشيخوخه. ما بعرف هيك يعني وضع الاداري بيرعب بخوف. انت اعتبرتيها مجازفه من اول لحظه. حسبتيها وقبلتيها واحتفلنا. واحتفلنا بشجاعتك وليكك هي عم تجبني من اول الطريق. اولى اولى لا تستحي. شو القصة فدوى؟ يعني ما عم نقدر نتحاور مثل ايام زمان ناخذ ونعطي بدون ما ناخذ لك بالكلمة تأويل ومعنى تاني ومعنى ثالث. حرد انا. هلو. هاي سناء، هاو ار يو؟ سناء؟ ويل وي ار فاين. اوكي. لالا موجودة طبعا هون تحكي معها؟ اوكي بودا بيست. حبيبة قلبي كيفك؟ مشتاقة لك. شو اخبارك؟ منيحة منيحة انا ورياض منيح. بس اسكتي عم يعذبني صاير. ماما منيحة ومونا والولاد. طمني عنك انت كيفك؟ والله يا حبيبتي هلا صار صعب كثير. ايه صعب. بعد ما استلمت ادارة الدار ببقى بحكي لك عنه بالتفصيل. ايه ببعت لك مكتوب. لا لا خلص بهاليومين بوعدك. سلمي على يانوش. باي حبيبتي، مرسي كتير على التليفون. باي الله معك.
صباح الخير انسه كنانة. اهلين عنوان. شو الست فدوى ما اجت؟ لا والله لسه تاخرت، ما بعرف يمكن برت على الوزاره. استاذ عمار وعدنا يجي اليوم مشان ياخذنا لعند العم الصيف. الاستاذ عمار من الصبح شايفت لك هالاستاذ عمار راح يداوم عنا بالدار. لا كرمالنا نحن اللي قلنا له تعال خدنا على المستشفى لانه ما عم نقدر نفوت مشان يشوف هالمسكين مصطفى. اي طيب ماشي الحال خير. هالشاب ظريف وشهم. قصدك عمار؟ ايه مزبوط بس مندفع كتير. قلبه قوي الله يسلمه. مزبوط بس جريء كتير، تفكر حاله بيقدر يعمل كل شيء ومع مين من كان. ها اجا. ابن حلال رح اروح استعجل الختايرية عن اذنك. اذنك معك. فدوى كوكو. فدوى صباح الخير. أهلين حبيبي صباح النور. أتي صارت الساعة؟ الساعة 10:10. الساعة 10؟ يا الله ليش ما فيقتني بكير؟ لأنه شفتك نايمة مستغرقة وشايفك عم تتعبي كتير قلت لحالي ترتاحي لك شي ساعة ساعتين زيادة. شو صار يعني؟ اليوم بالذات عندي شغل كتير. وأنا كمان متأسف لأنه في عندي موعد الساعة 10:30 لذلك ما بقدر وصلك. أوكي؟ باي باي. ابو مالك. ابو مالك مين ما يصارخ؟ ايش فيك انسى كنانة؟ ابو مالك هان ناديله. فاق من بكير يعني مثل العادي ما عاد رعصه قام رجع نام. يا ريت ترجعي تفيقي لانه في عنده شغل ضروري بده يساوي. ايش في الضروري؟ ايش هالحكي يا زيحي هاد؟ انسى كنانة ايش هالصباح حلو؟ يسعد لي الصباح، ايش تأمرينا؟ ابو مالك بدك تنزل لعند ابو حسام تقول له يعجل بوصل خط الهاتف، الست فدوى صار لها يومين عم تسال عنه وجنبه ما اجى لهلا. ايه هو قال لي امبارح بده يتاخر شوي لبينما نخلص جرد. بعدين الست فدوى اجت كاني ما سمعت صوتها. لا لسه ما اجت. يمكن نزلت تلاحق امور الدار بالوزاره. ايه على راسي، بس هلا صارت الدنيا الظهر، ابو حسام ما بقى يلحق يدفع الفاتورة ولا يدبر ورشة ما ورشة. ابو مالك، لسه ما صار الظهر، لسه الساعة 11 إلا ربع. فهمان عليكي بس الساعة 12 بسكر الصندوق. ونص، 12 ونص بسكر الصندوق، يا أخي بكل الأحوال أنت روح وقل له لأبو حسام يجي على الدار. ها؟ لا يا عنسة كنانة إيش بك؟ ليش هيك منرفزي أعصابك بالدنيا؟ يعني ليش عم توجهي لنا أوامر؟ مالك بالعودة؟ صباح الخير ست فدوى. اهلين صباح النور، استعودتوني ما هيك؟ قلت لحالي انك بالوزاره عم تقضي شهر. لا والله بصراحه اليوم تاخرت ما فقت غير للساعه 10. صح النوم صح بدري. تفضل يلا. مالك ايش في؟ لا تبقي تفيقيني قبل الساعه 10 لانه ما في حدا احسن من حدا، فهمتي؟ لا شيء. الحمد لله كلهم مشتاقين لك وبيدعوا لك. ما خلونا نشوفك بالعناية المشددة بس الحمد لله ووشك مأنوير والاشياء عال العال. لكن يا عمي خلاص ارتدت لك الروح بشوفت الحبايب. اي والله اصحاب واحباب. يلا يا اخوان حاجتنا اليوم انفعالات ما هي؟ استاذ عمار معلش انا مرتاح. خلاص بكرة بنرجع. اوه علينا استاذ عمار لسه هلا جينا يا هو. يلا معلش الحمد لله على سلامتك بكفي اليوم ببقى منرجع بعدين. نسيت قلك اجتنا عالدار مديره جديده. مديره؟ ليكون الست اللي ايه هي بذاتها الست فدوى مبين عليها كويسه كتير. يلا خاطرك.
اجي عم نستناك صطفه لا تاخري يلا. عليك العافية عم بصطيف. بدي اطلب منك طلب بس خايف تنزعج مني. فيني اخذ رقم عنوان او تليفون ابنك ايمن؟ خلص بلا اذا بيزعجك الموضوع بلا. استاذ عمار انا بالدار حاطط مخدتي هني في بقلبها وراء. كتر الف خيرك على العافية يا رب. الله تحرك. هون ما في زباين. يا اخي مش لعن مشي. يعطيك العافية ابو علي. اهلين. هاي اطبارة خلدون واخته وفي معهم اطبارة منير. وشو بده يسوي فيه سيدي؟ ابو وشك على دار الامان ولا ترجعهم. ها هلا صار اخر الدوام استاذ اكرم ما بنلحق. تلحقوا ساعة واحدة بعدين هنيك مفارقة اثناء الدوام بعد الدوام مثل بعضها. استاذ ما رجعتوا لي المصاري؟ ها كان في معي 800 ليرة. هدول مصادرين لصالح المركز هيك النظام. يا حبيبي ابي شرفي لارفع عليكم دعوة. روح ارفع دعوة خدوهم. حاضر امشوا. يا حلاوتي يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. لك يسلموا. ايوه نعم. ايه انا مين؟ مين عمار؟ لك اخي ما طلبت منك وترجيتك انك تعف وتتركنا بحالنا؟ بعدين اسمع قل له لهذا اللي بعتك واللي اشتكى لك اني انا ماني خايف لا منه ولا منك ولا من اذاعتك. عم تسمعني؟ بعدين لو سمحت بدك تفهمه انه انا كان لي اب وتبريت منه. اخي انا مالي حدا انا متبرر منه. لا يا ايمن شو عم تقول؟ مينو هاد؟ هاتي لشوف. لا تقول شي تندم عليه. انا متبرر منه متبرر منه. شو يا اخي شو القصة؟ مين حضرتك؟ لا تحكي سكري بوشه. ايه نعم نعم هدول بيضلوا اب وابنه بيحبوا بعض وهي مشاكل بتصير بين الناس. شو دخل الاذاعة بالموضوع؟ ايه ايه سمعاني سمعانتو. ايه سكري السماعة. عم قلك سكري السماعة. يا اخي اللي بأي مستشفى هو؟ ايه خالي ومربيني كمان. الو اسمعي يا اخونا انا بحذرك هي اخر مرة بتتصل فيها لهون وانا مضطر اشتكي عليك وخبر الامن وحط انا خطي تحت المراقبة. عم تسمعني؟ وبعدين انا راح اقاضيك بتهمة الازعاج واقلاق الراحة. عم تسمع؟ يا سلام يا سلام على الطريقة بالعمل. شو هاد؟ هذا تطاول على حياة الناس. ما بعرف شي مثير فعلا. شي مثير؟ أي شخص بإمكانه يستفز الناس ويثير مشاعرهم. شو هاد؟ إعلام؟ شو الغرض من إثارة هيك موضوعات بالإذاعة؟ أنا ما بعرف كيف عم بوافقوا على هيك شغل. وشو زعجك أنت يا أخي؟ أنت مذيع ولا مراقب برامج؟ بس يعرضوه عليك منع بسه. يعني أنا ما شفت واحد حسود مثله بطق غيره من نجاح غيره. تعرفي رند هذا الموضوع بلش يشغلني بالي فعلا وبلش يهزني روحي. أنت هيك بالبداية قلتي لي روح على دار الأمان للمسنين رح تلاقي هنيك كنز لبرنامجك. أي كنز يا رند؟ أي كنز؟ خزانة هون؟ حتى لو عمل معك هيك ما بيجوز يا أيمن. أنت ما عدلك غيره وما عدلو غيرك بالعيلة. لا تقولي هيك. انت ولادي انتو عيلتي. هو رجال حقود لك من صغري هو ما بيحبني. شو هالحكي؟ ما في اب بيكره ابنه. بعدين انت اب انت وقت بتضرب ولادك شوي او حتى كتير بتكون بتكرههم. بعدين انت احيانا بتضرب مصطفى بقلب ما بيرحم بدك تربيه. لك يشهد ربي ما بحب اضربهم. لك وقت بضرب انا بحس اني انا عم بضرب حالي. لك هو السبب سحب مني الشفقة وزرع محلها القسوه. هو اساسا كان يضربني مشان يكسر راسي ومشان هيك كرهني لأنه ما قدر يكسر لي راسي. إيه ما قدر يكسره. إهدى خلص الماضي وراح. لإمتى بدنا نضل حاطينه قدامنا؟ صار عنا أولاد بيهون عليك مصطفى يعمل معك هيك بالمستقبل لأنك ضربته؟